أعزائي التلميذات وتلاميذ المستوى الثالث إعدادي، مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث والأخير من جهوي 2013 لجهة كلاس تافيلات. لا بأس أن أذكركم بنص الموضوع، ألا وهو أنجز مؤسسة علمية دراسة حول عدد دقات القلب في الدقيقة لعينة مكونة من 100 شخص. كانت النتائج كما تلاحظون في الجدول أمامكم، رمزنا الآن بعدد دقات القلب. لاحظوا بأن الأصناف هنا مرتبة ترتيبا تزايدا، أي من أصغر تفصيل الذي هو N أكبر من 5.45 أصغر قطعا من 55 إلى N أكبر من 5.95 أصغر من 105. الآن لنضع جدول لحصيصات متراكمة. إذن كما قلنا الجدول أمامكم يعبر لنا عن حصيصات المتراكمة. لاحظوا مثلا الحصيص المتراكم 100 موافق لقيمة الميزة N أكبر من 95 أصغر من 105. بالمناسبة الحصيص المتراكم موافق لقيمة الميزة N هو حصيص موافق لهذه القيمة ومجموع الحصيصات التي هي قبله. إذن هنا نقول أن العدد 100 هو حصيص إجمالي. أيضا لاحظوا سين N أكبر من أو تساوي 45 أصغر من 55، حصيص متراكم موافق لها هو 5، بمعنى أن هناك 5 وحدات إحصائية لها كدقة القلب أكبر من أو تساوي 45 أصغر قطعا من 55. إذا كان N أصغر من 45 فحصيص منعدم موافق لها، وبالتالي حصيصها متراكم أيضا منعدم. إذا سنقول إذا كان N أصغر من 55 فهناك 5 وحدات إحصائية. أيضا إذا كان N أصغر من 65 فهناك 25 وحدة إحصائية، وهكذا فذاك إلى أن نصل إلى N أصغر من 105 فحصيصها موافق لها أو هناك 100 وحدة إحصائية. إذا نمر إلى الجدول التالي، إذا كما تلاحظون وضعنا N أصغر من مثلا 55، حصيص متراكم موافق لها هو 5. بهذا الجدول الذي هو أسفل أمامكم سنحاول تمثيل هذه المتسلسلة الإحصائية معبر عنها بالأصناف أو إن نقول المتصلة. إذن لنأخذ برنامج كادري جيومتري. إن كما هو أمامكم البرنامج الذي تشاهدونه هو برنامج كادري جيومتري. نحن فاتنا وأن أنشأنا يعني محوري المعلم. لاحظوا أن لدينا قيام للميزة وهناك حصيصات متراكمة. قلنا بأن الحصيص الإجمالي هو 50 أو قبل هذا عفوا، هذا المعلم بطبيعة الحال متعامد. إذا قلنا أن الحصيص الإجمالي هو 100، بمعنى أن نصف الوحدات الإحصائية لها قيام أكبر من أو تساوي القيمة الوسطية، والنصف الآخر له قيام أصغر من أو تساوي القيمة الوسطية. لنضع تمثيل، إذا لاحظوا لدينا مثلا هنا النقطة A كإحداثيات لها 65 25. ب ربما نقول كيف حصلنا عليها. قلنا أن نصف حصيص الإجمالي هو 50 بإنشاء المستقيم موازي محور الأفاصيل، ومار من النقطة التي إحداثيتها 0.50 نحصل على النقطة ب. أيضا ننشي الموازي مار من ب لمحور أراق تيب، أي لمحور الحصيصة المتراكمة، نحصل على العدد M الذي هو القيمة الوسطية والمطلوب تحديدا. الآن إذا لاحظنا أيضا النقطة C كإحداثية لها 75
70. لاحظوا أيضا أن هذه النقاط الإيفائية هي نقاط مستقيمية، لذا سنحاول تطبيق استقامية علاقة استقامية النقاط. إذا باعتبار النقاط كما قلنا ما إحداثيتها A, B و C وهي نقاط مستقيمية، وبتطبيق شرط استقامية النقاط نحصل على الكتابة التالية. بتبسيطها نحصل على كتابة أيضا التالية بطبيعة الحال M يخالف 65. بالمناسبة لاحظوا أن القيمة الوسطية وكما فات قلنا أنها في الصنف 65 75، كما تشاهدون أن نقول أيضا بتبسيط هذه الكتابة نحصل على أو نحصل على 9 M تساوي 135. نأخذ بحسابة إدريس كما تشاهدون أن نقول نكتب 635 مقسومة على 9، نعم الناتج هو 70.56 كما تلاحظون أمامكم. هكذا فقيمة الوسطية تكون هي 70.56. هذه القيمة هي قيمة مقررة بطبيعة الحال، هذه القيمة هي التي تصنف لنا هذه المتسلسلة الإحصائية إلى جزئين، بحيث أحدهما له قيم أكبر من أو تساوي 70.56، أي له عدد دقات القلب أكبر من 70.56، والجزء الآخر له أقل من 70.56. وهكذا ننهي، أو عفوا قبل أن ننهي هذا، إذا تاحت لنا الفرصة سنحاول أيضا استعمال طريقة أخرى، وهناك أيضا طريقة ثالثة لتحديد هذه القيمة الوسطية. وهكذا نترككم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ووفقكم الله جميعا.